يا الله على ذكر الشيخ الجليل شهيد المحراب الشيخ البوطي، قلت البيتين فأعيدهما لإكرامه: اذكر حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات، واحضر مجالسهم تنال بركاتهم، وزر قبورهم إذا ما ماتوا. حدثنا عن الشيخ البوطي حفظك الله ورحمه الله. بالنسبة لسيدنا الشيخ البوطي رحمة الله عليه، أنا كنت أسمع عن سيدنا الشيخ البوطي من العلماء يعني، وفقه السيرة والحاجات دي يعني، لكن أنا أشوف الشيخ البوطي ده حاجة يعني بعيدة قوي. ايوه فأنا برضو جاءت برضو في سنة من إحدى السنوات في المسجد الشنفري برضو، فسيدنا الشيخ كان وجهه منور كده بحمار كده، حاجة جميلة خالص. وبعدين انا قرات المعتاد يعني ايه، قبل الحفله بقرا قران والشيخ بيتحدث. فالشيخ بيقول لي: انت من اي البلاد؟ قلت له: من ان شاء الله من مصر يا سيدنا. واهداني كتاب فقه السيره يومها، واعطاه لي بقى بايده، عندي في مصر. نعم بايده، وكتب عليه كده: اهداء للسيد محمد شرف الدين رحمه الله عليه. لولا ان هو كان لابس قبعه كده يعني عليها، كان عاوز يشيلها كده، وقع تاني. بس قلت له: الجو برد، ممكن تبرد تعيا. قعد يضحك، الله فقال لي: يا ريت تزورنا في سوريا. قلت له: ان شاء الله باذن الله. رحمه الله عليه يا سيدنا. الله.